ايه نسبة رضاك عن منظومة العلاج على نفقة الدولة؟ 10% و90% اهدار في المال العام. ساعات المستشفيات بتطلب قرار، واخد بال حضرتك، ويجي يروحوا يتنفذوا بالقرار، واخد بالك، يلاقوا ان ايه بيطلبوا منهم برضو فلوس تاني. ده هي بس يعني مشاوير، يعني مثلا انا عشان اروح اخد العلاج لازم اجي امضي الاول من الوزاره هنا اعمل اختم وبعدين اروح اخد العلاج. انزل ادفع مستشفيات، انزل شوف الناس الغلابه، شوف الدكاتره اللي ما بتشتغلش. منظومه الصحه في مصر عيبها انها مش مترتبه بترتيب، يعني مش متنظمه صح. يعني انت ممكن تلاقي مثلا واحد ساكن في شبوه يروح مثلا يعمل غرز في مستشفى العباسيه. اللي معاه فلوس وقادر يتعالج على حسابه هو دوت اللي بيطلع له قرار على نفقه الدوله. ايه الصعوبات الاخرى اللي بتواجهك وانت بتتعامل مع وزاره الصحه ومنظومه الصحه في العموم؟ الورق اللي بيتعامل مع وزاره الصحه ده مريض بيعمل 20 ورقه. للاسف مش كل الادويه موجوده، وفي ساعات بتصرف بدائل ما بيكونش ذات الفعاليه زي اللي كتب بره في المستشفيات والمراكز. الحاجات بقت غاليه وكل حاجه بقت بفلوس، ماشي، يبقى ازاي على نفقه الدوله؟ تاخر قرارات، تاخر حاجات، تاخر في العلاجات، دي نقص في بعض المستهلكات او بعض المستلزمات، فبيضطر المريض بيجيبها من بره. اوراق كتير قوي عشان تطلع قرار، بتتعب جدا عبال ما تطلع قرار. ايه اول الخطوات اللازمه للتطوير؟ اول حاجه هو الموضوع، يعني النظام كله محتاج اعاده هيكله. الموظف اللي بيتعامل مع المواطن يحس بيه بس مش اكتر. وزير يتعالج زي المواطن في اي. لما تجيب مدير عام مستشفى كويس ويعرف يظبط ويحركها كويس هنعرف نلاقي علاج كويس، هنعرف نلاقي منظومه صحه كويسه. انا التطوير ده لازم يكون من كل، مش من جهه، مش حته معينه، ده لازم بيشمل الفرد والامكانيات والفريق المعالج ذات نفسه. لو بتوجه رساله للمديرين والمسؤولين عن منظومه العلاج على نفقه الدوله هتقول لهم ايه؟ هقول لهم الفساد يتحارب بس. الرأفة بالمواطن بس مش اكتر. هقول لهم اتقوا الله. راعوا ربنا في المريض الغلبان ان ده جاي تعبان جدا ليس معاه حقنا بجنيه. تخفيض اجراءات علاج المريض على نفقه الدوله. اقول له اعتبر كل مواطن داخل يعمل علاج على نفقه الدوله هو اخوك.